بس النور، وأهلا وسهلا بحلقة جديدة، حلقة خاصة ومميزة من مرايا. 20 يوما رئيسا للجمهورية، ومضى كالحلم حين كانت اللبنانية الأولى سولانج بشير جميل لا تزال في الحلم، فلطمت خديها كعشتار واستسلمت في وقت لم تعد تجدي الصلاة ولا النذور. كشعاع بهر العيون سطع ثم تلاشى بسحر ساحر. كان في 35 وقبل أن يكمل رسالته حزم أحلامه وأحلامنا ومضى تاركا في القلب غصة وفي العين دمعة. ولقد فجعت سولانج جميل بأمير أحلامها كما فجعت بفارسها نزار. هي ابنة الدكتور لويس توتونجي ووالدة مايا ويمنى ونديم. عام 82 أصبحت اللبنانية الأولى ولعشرين يوما فقط لا غير، ثم سكب الألم سمه البارد في خلاياها. يومها لم تقل شيئا لأنها تعرف أن الصمت يكمل الموت، لكن حياتها انعطفت نحو اللا نهاية والتبست عليها الطرق وتاهت في صحراء العبث. هي جزء من بشير ما زال بيننا، ظل من ظلاله، ترى في مرايا الوطن هتافات لا تسمع وهاتفين لا هوية لهم، كأنما هم أجراس بلا رنين، حبل بشر مستطير، ولكنها على خطى بشير تؤمن بقيامة الأوطان مهما اشتدت الصعاب وأظلمت الدروب. لا تخاف على وطن ولد بشيرا. كان بشير جميل يقول كلمته ويمشي، يقولها على رؤوس الأشهاد، وكان كلما قالها كأنه يقول لأول مرة. كانت كلماته كالنجوم نفتقدها كل يوم في ليلنا المظلم، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. معه غدا الحلم حقيقة، وصغ لبنان على صورة هذا الحلم ومثاله. كان عقله من خيال وقلبه من صخر، تتفجر ينابيع في داخله تماما كلحظة الخلق. لقد سبق عصره وانتمى إلى غير هذا الزمان. من عاداته قول الحقيقة ولو جرحت، ولم يرضى بلبنان أقل من 10452 كيلومتر مربع، حتى قال أحد كبارنا إن 10452 كيلومتر مربع قتلته. مد يده إلى الجميع في الداخل والخارج، لكنها عادت مقطوعة. ربما كان عليه ألا يمدها إلى الجميع، بل إلى فريق من هذا الجميع. لذا قصفوا حلمه باكرا، إذا اعتبروه شقيا يلعب بالنار، فأحرقوا أصابعه. إن امرأة هذا زوجها لابد أن تكون غير عادية، فهي قلما تتكلم لكنها كثيرا ما تتذكر وتصمت. ولا يعرف أحد كيف أمضت سولانج جميل كل هذا الوقت بعد رحيل رجل ملأ الدنيا وشغل الناس، فهي لا شك من معدن الجبابرة. عاشت مرارة الوحدة، تعبر من الوقت إلى الوقت، وبعدما سبقت مايا والدها ترى ماذا بقي من تلك الأم الصابرة. هذه السيدة التي تستمطر النعمة كل يوم وتضع الهم في سلة والعزاء في سلة أخرى، إن من يبحث عنها يجدها في غيرها، في عيون ولديها وأصدقائها والمحبين، وفي مؤسسة بشير جميل التي تأمل في أن تنمو وتكبر لتكون خليقة لمن تحمل اسمها. سولانج جميل ترتدي اليوم مخمل روحها الناعمة، وترتل اختلاجات قلبها، وتخرج على الناس بالشكل والمضمون اللذين يرضيان بشيرا وروحه. الليلة تطل وللمرة الأولى على اللبنانيين تا
تدخل بيوتهم وتتكلم. الليلة نرحب ونستقبل اللبنانية الأولى السابقة الرئيسة والشيخة سولانج جميل. سيد سولانج جميل، أهلا وسهلا فيك. للحقيقة ألوف الاتصالات والرسائل وردت لعنا على الام تي في، اللبنانيين عم يطالبوا من خلالها فيك. الحقيقة الناس ما بتعرف إلى أي مدى في عناء وفي تعب لإقناع بعض الضيوف وأنت منهم. أنا سعيد أن يكون فأتي أخيرا تطلي معنا وتكون ضيفتنا بمرايا. المهم اليوم أنك أنت معنا، أنا رح نحكي أنه اللقاء المنتظر رح يكون بمثابة هدية لجميع المشاهدين واللبنانيين اللي عم يشوفونا عبر شاشة التلفزيون. طبعا هني بالملايين والكل ناطرينك وناطرين شو بدنا نقول وشو بدنا نحكي. كيف التقيتي، كيف تعرفتي، أو كيف تم اللقاء بالشيخ بشير؟ أنا بدي أشكرك على المقدمة الحلوة يلي عكست صورة بشير، وحبيت تعرفني على العالم من خلاله لأنه جاي عرف الناس عنه. ومثل ما بتعرف شاركت بمرايا بعد ما ترددت وقبلت أظهر مشان تعكس بهالبرنامج صورة بشير. عم تسألني كيف التقيت ببشير؟ في صداقة عائلية بتربط بيتنا ببيت الشيخ بيير، وجوزيف أخوي كان بنفس المدرسة مع بشير وكانوا أصحاب، وكان بشير يتردد لعنا. وأنا بنت 15 سنة دخلت مصلحة الطلاب بحزب الكتائب، وهيك تعرفت على بشير وهيك بلشت العلاقة. بشير جميل كان مميز بصغره وبسن المراهقة لاحقا، وكان حكى عنه كثير بمجتمعه وتحديدا بالأوساط الكتائبية. أنت شو كنت تسمعي عنه؟ شو كنت تعرفي عنه؟ يعني مثل ما سبقت وقلت لك، تعرفت عليه كان عمري 15 سنة، ما كنت أعرف عنه شيء. ووقت تعرفت عليه سمعت منه وعرفت منه. طيب عند ارتباطك فيه، هل تغيرت لاحقا الصورة يلي انطبعت بمخيلتك يلي انت كونتيها عنه، ام بقي هو هو؟ عم تحكيني عن ارتباطي يعني قبل الزواج؟ نعم. الصورة يلي كانت عالقة بذهني قبل الزواج هي يلي وصلتني اتزوج. صورة كانت واضحة ونقية وصادقة، وهالصورة بقيت من بعد الزواج. هون بتأمل تعذري فضوليتنا وحشريتنا، بحب إذا في مجال تحكينا عن أجمل لحظات الحب والعشق أو أجمل خبريات الرومانسية اللي عشيها مع الشيخ بشير. هل كان هو إنسان رومانتيقي؟ هل كان يغني لك؟ هل كان يكتب لك شعر؟ ما بعرف. يعني كنا مثل كل هالشباب مغرومين ببعضنا، وإلي ذكريات حلوة كتير بس بفضل خليها لإلي. دخولك إلى بيت الجميل شو أعطاك وشو أفقدك؟ ما خسرني شيء أبدا، بالعكس أعطاني أحسن رجال. بشير جميل قبل ما يكون قائد ورمز ورئيس الجمهورية هو إنسان طبعا. بشير الإنسان كيف كان؟ بشير كان عنده كتير صفات. بشير كان أحسن زوج، أحن أب، وأخلص صديق. هيك بتختصري؟ هيك بختصر. الحياة مع بشير جميل هل كانت حياة عادية أم حياة بتقوم على مثاليات وقيم ومبادئ؟ كيف كانت الحياة معه؟ يعني هون أنت عم تفرق بين الحياة العادية وحياة المثاليات. هي الحياة العادية يلي هي حياة مثاليات وقايمة على القيم والأخلاق. أنا هيك ربيت عند أهلي، هيك عشت مع بشير، وهيك عم ربي ولادي. بشير حلم الوصول لسيادة الرئاسة، كيف الحلم خلق معه؟ كيف تطور؟ وكيف لاحقا أصبح واقع؟ بشير ما حلم بالرئاسة. يلي بيحلم بالرئاسة بده يعمل تسويات ومرادات، وبشير ما كان هيك. بشير حلم لينقذ وطن، بشير حلم ليحرر وطن،
وقاوم وقشت الرئاسة وتوجت هالعمل الوطني. بشير جميل أصبح رئيس للجمهورية مدة 20 يوم، وخلال 20 يوم حصل تطور مفاجئ وتطور غريب بالنسبة لنظرة الناس لبشير الإنسان والقائد. كيف بتفسري هالظاهرة هيدي؟ بين 23 آب و 14 أيلول مظبوط صار في تطور غريب عند الناس، بس ليلي ما بيعرفوه لبشير، أما لإلي وللقراب منه هالتطور كان عادي، كان طبيعي. صار هالتطور لأنه قبل ما يعمل بشير رئيس جمهورية، بعض وسائل الإعلام كانت تشوه صورته. بدون شك وقت صار رئيس جمهورية، وسائل الإعلام ظهرته بصورته الحقيقية، وهيك حبته الناس حيث كانت هالصورة نقية وصريحة وبدون ازدواجية. السيدة سولانج جميل، ليلة 14 أيلول 82، هل فيك توصفي لنا إياها؟ 14 أيلول عيد الصليب، 14 أيلول 82 هنهار بفضل ما اتذكره، بس ما بنسى إنه هالتاريخ بيعني لي 3 نتائج مشؤومة: فقدان زوج، اغتيال رئيس، ووطن انصلب. اسمحي لي، مع انه النهار مرادف للكارثه اللي وقعت عليك لاحقا، بدي اطلب منك اذا في مجال توجزي لنا اياه او تخبرينا او توصفي لنا اياه بايجاز. يعني انا على ما اذكر كان في عندكم غدا باحدى المؤسسات، كنتوا مع بعض بعدين تفرقتوا، شو صار؟ بالنسبه لبشير كان نهار عادي، كان عنده اجتماعات بالقصر الجمهوري، كان عنده غدا بدير الصليب، بعدين كان مفروض نمرق على المستشفى عند والدتي، وهو لقاء ببيت الكتائب، وبعدين اجتماعات عمل ببكفية، وهيدا كان برنامجه. أما بالنسبة لإلي هالنهار بلش بإحساس غريب، حاملة يمنى عبكرة وعم بودعه. يمنى أخذت مفاتيح سيارته، وبقينا حوالي 10 دقايق بشير وأنا نتحاول عليها تنرجع نسترد هالمفاتيح. هالحادثة الصغيرة عبكرة خلقت عندي إحساس غريب بهالنهار وتفسر بيلي صار. وآخر مرة شفته فيها قبل 3 ساعة من الانفجار وقت كنا سوا بالمستشفى. مين أعلمك بوفاته؟ مين خبرك؟ ما كان في لزوم حدا يخبرني، إحساسي خبرني وقت بتشوف منظر هالانفجار ببيت الكتائب. لبنان كله بكي بشير الجميل، وما حدا قدر يوعى من هالكارثة أو من هول هالمأساة إلا بعد وقت طويل. سولانج جميل، بيبقى سؤال، كيف قدرت تتحمل مأساتها وتتابع طريقة وتكمل تعيش؟ كلامك بالبكي بذكرني بجملة إلى أحد وزراء السابقين: يلي بكيوا من الحزن يوم يلي انتخب بشير، بكيوا من القهر عليه يوم يلي مات. وعم تسألني كيف أنا بتحمل هالمأساة وهالمصيبة؟ ما حدا مطرح حدا. الرصيد المعنوي يلي ترك لي بشير عطاني القوة لربي ولادي كأم وكأب وتكمل رسالته. كيف بتفسري ظاهرة بشير الجميل؟ ظاهرة وبنفس الوقت حقيقة. الظاهرة يعني شيء غير عادي، والعادي كان انه بالبلد انه هالبلد عيش على تسويات سياسية وعلى مراعاة كل الفئات والطوائف،
وحتى الدولة كانت تاخد قرارات تسوية لترضي الكل. بهالجو ظهر بشير كشخص غير عادي، لأنه بشير كان ضد المساومات والطرديات، كان متمسك بمبادئه وكان يتصرف بضميره. رح أعطيك مثل، إنشاء الدولة الفلسطينية ضمن الدولة اللبنانية كتار كانوا رافضينها وما حدا كان يحكي. إجا بشير رفض هالشي لأنه كان مؤمن إنه إنشاء دولة فلسطينية ضمن الدولة اللبنانية بيروح بلد وكل شعبه. وهون بشير ما كان يساوم عليه. عند اغتيال الرئيس الجميل طبعا نديم ويومنا كانوا بعدهم صغار، يعني ما تسنتهم فرصة إنه يتعرفوا على ولدهم. اليوم الأولاد كبروا، شو بيعرفوا عنه؟ شو بتخبرين أنت عن بيون؟ ما بيمر نهار إلا ما يومنا ونادين بيسألوني سؤال سؤالين، مأكد أنا بجاوبهم وبفسر لهم، وبين إيديهم في كتب وفي كاسيتات وفي صور بيطلعوا عليهم. وبصورة خاصة نديم يلي بيعرف قسم كبير من كاسيتاته وأناشيده. هل بيعرفوا أنهم هن أولاد قضية كبيرة، أو إذا بدنا نقول أكبر قضية بلبنان، أنه بالتالي هن أولاد مختلفين عن سائر الأولاد؟ أولادي مش مختلفين عن باقي الأولاد، ولا أنا بريد ولا هن بريدوا، بس هن بيعرفوا بدون شك أنه مثالهم الأكبر هو بيون، ومعتبرين حالهم أنه هن أبناء هالقضية لأنه القضية عايشة بالبيت عنا. اليوم شو بقي من بشير؟ أو شو مسموح يبقى من بشير؟ بقيت نقاوة القضية، بقي الضمير، بقي الأخلاق، بقي القيم، بقيت المبادئ يلي كتير حاولوا يكملوها وكتر خيرهم بس ما نسمح لهم يكملوا الطريق. يلي مش مسموح هو الفكر والمسؤولية الوطنية، يلي ما بتوافي مع سياسة الدول الإقليمية، يلي ما بدها إنه لبنان يكون موجود، بس ما رح يقدروا على لبنان إن شاء الله. ليش ما تكرم بشير الجميل؟ سبق وقلت لك شو المسموح وشو المش مسموح. مش مطلوب يتكرم شخص، الشخص أنا بكرمه، مطلوب تتكرم مبادئه. ويوم يلي لبنان بيستعيد سيادته واستقلاله بيكون تكرم بشير. سيدي سولانج الجميل، بتعرفي انه في ببرنامج مرايا صفحة سريعة، والصفحة السريعة بتتضمن أسئلة سريعة وأجوبة سريعة. رح اطرحها عليكي سؤال ورا الثاني، ورح اطلب منك بالمقابل تجاوب عليهم بكلمة أو بجملة واحدة. هل أنت حاضرة؟ تفضل. أهم حدث بحياتك شو كان؟ 23 آب 82، يوم انتخاب بشير. أجمل يوم بحياتك؟ يوم زواجي. أتعس يوم بحياتك؟ أتعس يومين، اغتيال مايا واستشهاد بشير. أجمل لوحة شفتيها؟ بعد ما شفتها، منظر لبنان الحر المستقل. أجمل هدية لقيتيها؟ بقيت ورد. شعارك بالحياة؟ ما يموت الأمل. كتابك المرجع؟ نبي لجبران. حكمتك المفضلة؟ عمول واجبك ويلي بده يصير يصير. مثالك الأعلى؟ بشير. حلمك الكبير؟ 10452 كيلومتر مربع. ان شاء الله على طول. وقفي مع الاعلان، نرجع نتابع اللقاء. انا معك، خليكم مع اعزائي المشاهدين بالحلقه الخاصه والمميزه مع الرئيسه الشيخه سولانج جميل. نرجع نتابع لقاءنا مع السيده سولانج بشير جميل. ومرايا الليله هي مرايا
سولانج جميل، اهلا وسهلا فيك مره ثانيه. بنهايه الستينات رئيس بشير جميل، كان وقتها فقط بشير جميل، توجه الى مصر وقابل الزعيم المصري انذاك جمال عبد الناصر. بوقت كان بيير جميل وحزب الكتائب عم بيشنوا اعنف حمله على الناصريين وعلى جمال عبد الناصر. كيف بتفسري هالتناقض؟ اول شيء بدي اوضح الصوره. الحمله يلي عم بتقول عنها كانت ب 58، وبشير سافر عمصر ب 69، وهالحمله ما كانت ضد عبد الناصر شو عم بيعمل بمصر، كانت ضد سياسه عبد الناصر والناصريين بلبنان يلي كانوا عم بيطالبوا بالوحده مع مصر والغاء الكيان اللبناني. اما بالنسبه لسفر بشير، خالد عبد الناصر اجى على لبنان بزياره، وباثناء هالزياره التقى ببشير ووجه له دعوه شخصيه، وبشير لبيها وبوقتها شاف جمال عبد الناصر. هل بتشوفي في قواسم مشتركه بين الرئيس جميل وبين الرئيس عبد الناصر؟ قواسم من حيث الكاريزما، الحضور، اللهجه الخطبيه او اللغه الخطبيه؟ الكاريزما هي قوه شخصيه. عبد الناصر كان عنده قوه شخصيه، وبشير كان عنده قوه شخصيه. عبد الناصر كان يخاطب شعبه بلغه بيفهمها، وبشير خاطب شعبه بلغه فهمها. هالمقارنه بتجوز وفيك تسميها قواسم مشتركه، بس هيدي ما بتعني انه كان في قواسم سياسيه مشتركه. شو قصدك؟ قصدي انه عبد الناصر كان بده الوحده العربيه، وبشير كان يعتبر انه لبنان كيان نهائي. سنة 69 بشير جميل خطف على ايدين فلسطينيين من مخيم تل الزعتر ولاحقا افرج عنه. ليش خطف وليش افرجوا عنه بعدين؟ سنة 69 كان في معارك بين الجيش والفلسطينيين، وانخطف بشير. بدك تشوف بوقتها شو كان مخطط الفلسطينيين. بهيديك الوقت حس انا ما بعرف ليه انخطف بشير. اذا كانوا عارفينه من هو، معنيتها كان بدهم يعملوا مساومات عليه مع الدوله، حيس بوقتها بيير جميل كان وزير داخليه وكان جزء من الدوله. واذا خطفوه بدون ما يكونوا عارفين من هو، لانه الخطف كان ماشي، ولما عرفوا من هو استهولوا القصة وصاروا يطلعوا اخبار ليبرروا خطفهم. المهم انه هالحادثة ولدت عند بشير قناعتين. الاولى انه في ناس غير لبنانيين مسلحين عم بيخطفوا ناس لبنانيين بارضهم. بشير حس انه لولا هو ما كان ابن بيير جميل كانوا قتلوه مثل ما كانوا عم يخطفوا ويقتلوا ناس غيرهم. يعني انه المواطن العادي ما في حدا يحميه. هالقناعتين خلقوا عند بشير تحول بتفكيره السياسي، وقرر من وقتها يقاوم هالوضع الشاس. بنفس العام يعني بال 69 الحكومة اللبنانية وقعت اتفاق القاهرة مع منظمة التحرير الفلسطينية، وكان بيير جميل أحد مؤيدي هالاتفاقية هيدي، في حين أنه بشير جميل عارض اتفاق القاهرة. ليش برأيك؟ اتفاق القاهرة هو كمان تسوية سياسية ما بين الدولة والفلسطينيين. ليش بيير جميل قبل؟ بوقتها صوروا لكل السياسيين ومن بينهم بيير جميل انه هالاتفاق بيبعد اخطار كبيره عن لبنان. بشير بوقتها ما كان له كلمه اساسيه.
لكن من بعد هالفترة سئل عن هالاتفاق ورفضه تأكيدا لهالشي. ب73 حصل معارك بين الجيش والفلسطينيين وتبين للكل انه هالاتفاق عم بيتم على حساب الوطن وسيادته. انا بفهم من جوابك هون انه بشير كان بيختلف عن بيو. ابدا، بشير جميل بينتمي لنفس المدرسة الوطنية، انما بيير جميل جيل وبشير جميل جيل، والاسلوب بيختلف وهيدا شيء كتير طبيعي. بدي اسأل معك هون لمنتصف السبعينات تقريبا، هل كنت حاسة انه الحرب رح تبلش بلبنان؟ هيدا كان احساس كل الناس، يمكن انا حسيت قبل غيري، حس بشير انخطف سنة 69، بس هالامور ما كان ممكن تكمل هيك. طيب شو بتذكر عن هالمرحلة بالتحديد؟ شو بذكر؟ كانوا الناس يقولوا انه هيدا مخطط ومؤامرة، والحقيقة انه الفلسطينيين انشأوا دولة جوات الدولة وتحكموا بجزء كبير من هالبلد وخاصة بيروت. وعرفت نفسه اعترف من كم شهر بهالشي. هالوضع المشحون بوقتها ما كان بيقدر يوصل الا لانفجار. طيب خلال الحرب هل بقيتي انت مكتوفة الايدي؟ هل لعبتي دور معين؟ مع شو اتصار دورك بالحرب؟ انا بالحرب كنت مع بشير بالافراح وبالمقاسي. انا قومت، انا صرت الليالي حد المقاتلين، انا تبعت ونفذت كل يلي كلفني فيهم بشير. عم بتقولي انك قومتي، يعني هل قومتي بالسلاح؟ هل حملتي سلاح؟ لا ما حملت سلاح. المقاومة مش كلها سلاح والحرب مش كلها سلاح. بدي اوصل هلا معك يمكن لذكرى كتير تعيسة طبعا، ولا سبق وقلتي قبل شوي انه هيدا اليوم كان من احد اقصى واتعس الايام اللي مرقت عليك، وهيدا النهار يعني مقتل بنتك، اغتيال مايا، هالمأساة او هالكارثة كيف عشتيها؟ يعني منيح يلي بشير كان حدي. طب بشير كيف عيشها؟ شو بده يكون احساس بي وقتها بنته تقتل محله؟ سولانج جميل، انت بنت القضية، هالقضية شو علمتك؟ شو تعلمتي منها؟ شو اخذتي منها؟ ايمنت بكل يلي قلت لك اياه وبكل يلي رح اقوله. شو تعلمت؟ تعلمت انه ما بيساوموا على وطن، تعلمت انه الوطن مش امنه بس، وتعلمت انه الوطن حضاره وتاريخ وجغرافيا وجذور. الاراء تضاربت، تكهنات تعددت والافتراضات تنوعت حول اغتيال الرئيس بشير الجميل. بيبقى السؤال، مين قتل بشير الجميل؟ ما بدي خليك تحذف كلمة من حديثي. بحب طمنك انه يلي قتلوا بشير مش ناكرين انه هن قتلوا. طيب مين المستفيد الاكبر من اغتيال بشير الجميل؟ القوة المتسلطة على هالبلد، والخاسر الكبير هو لبنان. لو ما مات بشير برأيك أنت، هل كانت الأمور تغيرت؟ هل كانت أخذت منحى مختلف على اللي أخذته اليوم؟ شو رأيك أنت؟ مأكد كتير أمور كانت تغيرت. بالقليلة كان حط لبنان على طريق الحل الوطني الشامل، مش سياسي وأمني وبس، لأنه الأمن بتلاقيه وين ما كان، مش بالضرورة
هل وين ما كان يكون وطنك. التحقيقات بقضية اغتيال بشير جميل وين اليوم؟ الجو السياسي اللي عم نعيشه ما رح يسمح للوصول لأي نتيجة بالتحقيقات. من كم شهر كان الشرطون القديت عم يتمشى بالأشرفية وعلى أوتوستراد جوني، ولما نبهت بهالوضع سافر لبرا. هوني بأكد لك إنه لا قضية اغتيال بشير ولا قضية اغتيال حسن خالد مفتي الجمهورية ولا قضية اغتيال كمال زنبلاط رح يوصلوا لنتيجة، لأنه ما حدا رح يسترجي يحكي يلي عم قلك إياه. ومن هون صار فتح الملفات استنسابي. مين هني أعدائك؟ هل عندك أعداء؟ هني أعداء وطني أعدائي، بس على الصعيد الشخصي ما عندي أعداء. هلأ إذا في حدا بيعتبر حاله عدوي هيدي شغلته. كيف توصفي اليوم علاقتك بالسياسيين بلبنان؟ تربطني علاقات شخصية وعائلية مع كتير من السياسيين، وعلى راسهم الرئيس الهريوي والرئيس حريري. أما إذا كان في بعض السياسيين بعاد عني بالوقت الحاضر بسبب الجو السياسي يلي نحن عايشين فيه بفهمون، لكن ما بعذرون. مؤيدي بشير جميل ومحبي بشير جميل يلي كانوا حده وتكن على قيد الحياة، هل بقيوا أوفيا لذكراه؟ هل بقيوا أوفيا لعائلته؟ هل بقيوا أوفيا لقلك أنت؟ بيطلوا عليك، بيعرضوا خدماتهم، بتشوفيهم وقت للتاني، أو اختفوا وتبخروا؟ يلي قربون بشير بقيوا أوفيا ومخلصين للقضية وهن كتار. وبتفهم إنه يكون البعض بالوقت الحاضر خايف حاله. أما يلي ادعوا إنه قريبين من خط بشير بحياته وبمماته للاستفادة الظرفية، هودي بيتغيروا وبيتلونوا مع بشير ومع غيرهم. ما في شك إنه الإنسان ما بيقدر يعجب الكل، يعني في ناس بيحبوه وناس بيحبوه، ناس بيحكوا عنه بالمنيح وناس بيحكوا عنه بالعاطل. صعب يكون في إجماع على شخص واحد على شخص معين، وبشير طبعا مش استثناء. وطبعاً حكى اليوم عن بشير بطريقة عشوائية وبشكل عشوائي، كيف تتصرفي؟ شو بتعملي؟ كون أكيد إنه كل شخص مهما علي شأنه بالداخل أو بالخارج، إذا حاول يشوه صورة بشير الحقيقية أو يمس بمواقفه الوطنية، كون أكيد إنه ما بنام الليل حتى رد عليه بنفس الطريقة وبنفس الصراحة يلي كان بشير جواب لولا كان معنا. على كل، بشير سبق وقته ورح وضح لك كل المواقف يلي أخدها وحاربوه من أجله، ولكن رجعوا مشوا فيها. رفض اتفاق القاهرة، كلهم رفضوا الاتفاق بعدين. حارب الدولة الفلسطينية ضمن الدولة اللبنانية، وكلهم صاروا ضد هالشي. رفض الوحدة مع أي دولة عربية، وكلهم وافقوا بالدستور الحالي على لبنان وطن نهائي. دافع عن الإرادة اللبنانية بدون تدخل خارجي، كلهم عم بيطالبوا اليوم بالسيادة اللبنانية. طالب بالسلام الشامل يلي بيحفظ حقوق وأمن دول المنطقة، وكل الدول اليوم القريبة والبعيدة عم بتطالب بالسلام. الشيخ سولانج بشير جميل بأول إطلالة تلفزيونية لها بمرايا الام تي في، منكمل هالحوار معه بعد الوقفة الإعلانية. خليكن معنا أعزائي المشاهدين. مرايا الام تي في لليلة رجعت لنا بعد طول غياب الشيخ سولانج بشير جميل يلي اشتقنا لها ويلي مرحب فيها مرة بعد مرة. أهلا وسهلا فيك كمان مرة. سولانج جميل، هل أنت إنسانة قريبة من الناس؟ أنا كتير قريبة من الناس لأنه بحب الناس وبيتي مفتوح للكل.
احيانا كثير بتغيبي لفترات طويله، بترجعي بتظهري فجاه بموقف معين، ليش؟ الغياب عن الاعلام مش يعني الغياب عن الحياه العامه. وانا شاركت الليله بهالبرنامج لانقل بصوره خاصه للشباب يلي كانوا ب 82 اولاد وما عرفوا صوره بشير الحقيقيه. اما ظهور الاعلامي انا بقرره حسب الظروف. هل بتتابع الامور السياسيه عن قرب؟ انا بتابع دايما اخبار البلد والمنطقه، واذا كنت عم تسالني عن السياسه المحليه اذا تبعتها عن قرب او عن بعد ما في شي جديد. ومن سنين بنسمع نفس الاخبار وللاسف نفتقد مواقف وطنية. الجمية العائلة السياسية عريقة وتقليدية، اليوم دورها خف وصوتها بمحل، برأيك ليش؟ وبالتالي وين اليوم العائلات السياسية العريقة بلبنان؟ ما بدي اتعمق بهالجواب، بس بدي اقول انه هيدا جزء من خطة لتنمحي معالم الوطن وتاريخه. وطبعا مش عم بحكي عن بيت جميل وبس. حزب الكتائب هو السقف يلي انطلق من تحته بشير ويلي استشهد ايضا تحته، اليوم شو رأيك فيه؟ عودني بشير كون صريحة، ولهالسبب رح احكيك بكل صراحة. حزب الكتائب دخل تسويات سياسية وغابت عنه المبادئ الوطنية. بتأمل انه هالحزب يرجع لقعدته الوطنية الحقيقية، وهيك بيكون كرم يلي استشهدوا بسبيل سيادة لبنان واستقلاله وحريته. مؤسسة بشير الجميل، فونداسيون بشير الجميل يلي حضرتك انشأتيها، شو الهدف من وراء تأسيسها؟ شو دورها؟ شو علاقتها بالطلاب؟ أقل شي فينا نعمله هو مؤسسة لتخليد ذكرى بشير. لهالسبب أصدرت المؤسسة كتب ومجلدات وكاسيتات تتناول مواقف لبشير الوطنية، لننقل للناس صورة بشير الحقيقية بأمانة وبإخلاص. وطبعا هالمؤسسة تهتم بتعليم الطلاب الجامعيين وبصورة خاصة أولاد الشهداء. وهون بستفيد أنا من هالمناسبة تأشكر كل يلي ساهموا وبعدهم عم بيساهموا تضل المؤسسة مستمرة إن شاء الله على طول. هل بتفكري أو بتراودك فكرة كتابة مذكراتك اليوم؟ يلي بيكتب مذكراته بيكون وقف نشاطه، وأنا بعد ما قعدت على جنب. بالوقت يلي كانوا الكل مستعدين يبيعوكي، حضرتك احتجبتي، اعتكفتي، وبقيتي بالظل، ضليتي ببيتك، وهون الناس بيلوموكي. ليش؟ أنا ما اعتكفت ولا انعزلت، أنا رفضت الواجهة. تطور الأمور بعدين برهن إنه أنا كنت على حق. هل بتعتبري نفسك اليوم ملك لشخصك أم ملك للناس؟ بعتبر نفسي ملك لأولادي ولعائلتي تقدر أقوم بواجباتي. وبعدين طبعاً أنا وياهن ملك للناس، خاصة ليلي هني على نفس الخط، يعني يلي بحبوا وطنهم وبيأمنوا فيه. هل بتأمني بالإرث السياسي؟ إذا الإرث السياسي هو قطاع سياسي أنا ضد. أنا مع الاستمرار بحمل الرسالة، أنا مع إرث القضية. ابنك نديم كتير بيشبه بيو وقتا كان بعمره، كان صغير يعني، وكل اللي عرفوا بشير كانوا يشوفوا فيه ملامح قائد وزعيم للمستقبل.
هل انت اليوم بتشوفي بنديم نفس الشيء؟ يعني الى جانب الشكل الخارجي او المظهر الخارجي، هل نديم بيتمتع بشخصيه بتاهله او بتخوله بالمستقبل للعب دور سياسي وانه يصبح زعيم على صوره بيو؟ ما في حدا نسخة طبق الأصل عن حدا. أنا بعمل جهدي وواجباتي لأمن لأولادي كل المعلومات وكل المعطيات يلي بتأهلهم يختاروا طريق المستقبل يلي بيردوها إن كان سياسي أو غيره. أنا على كل حال حدهم شو ما كان هالخيار. نوصل هون للجزء الأخير من أسئلتنا. سولانج ميل، شو أهمية الأصدقاء بحياتك؟ الأصدقاء لهم أهمية كتير كبيرة عندي، وخصوصا يلي بقيوا حدي رغم كل الضغوطات. هل أنت إنساني سعيدة؟ سعيدة بولادي وبأصحابي، بس مني سعيدة بالنسبة للحالة يلي وصلنا لها. هل أنت ندماني على خطوة عملتيها، على خطأ ارتكبتيه، على شغلة ما كنت على ذوقك بحياتك؟ ما بعتقد. بلحظات الضعف والمشاكل على مين بتتكلي أو على شو بتتكلي؟ بتكل على إيماني بربي، على إرادتي، على الثقة بالنفس، وعلى كتير من الأصحاب. هل بتحس إنه بشير دايما إلى جانبك؟ إنه بشير دايما معك؟ أكد هيدا يلي بيساعدني إنه ربي ولادي على المبادئ يلي بشير إيمان فيها. هل بيصدف أوقات بتحكي معه أو بتحكيه؟ أنا إنسانة واقعية أكثر مما بتتصور. وهالصور الموجودة ملوى البيت، هالصور متواجدة بكل زوايا بيتك، هل بتسوق فيك؟ هل بتحكي معه؟ كل صورة بالبيت إلى حكاية، وكل وحدة بتذكرني بالقضية يلي عيش مشينا بشير واستشهد. برا بيحاولوا بعض الأحيان يخزقوا صور، بس الصور يلي بالبيت وبقلوب كتير من الناس ما رح يقدروا يطلوها. وهون بقلك بشير رعب كتير ناس بمماته أكتر ما رعبهم بحياته. سولانج الجميل، اللقاء معك قرب على النهاية. الحقيقة المشوار مع بشير الجميل ما بينتهي، أو ما بدنا نختصره نحن بساعة أو ببرنامج أو بحلقة، لأنه مشوار طويل بدل مرفقنا أو بدل نحن مرفقينه كل العمر. أنا بشكر المشاهدين اللي تابعونا، وبتأمل يكون هاللقاء أثلج صدور المشاهدين اللي كانوا ناطرين بفارغ الصبر، وهني بالالاف بالالاف حسب الرسائل والاتصالات اللي اجتنا لهون على الام تي في. بتمنى يكون ايضا اعجب واسعد بقيه المشاهدين. برايك انت سولانج جميل، اجمل حكايه بيقدروا الاهل يخبروها لاولادهم عن بشير، يخبرون اياها بالليل قبل ما يناموا، بالشتاء او بالصيف ما بتفرق، شو معقول تكون؟ حكايه بسيطه مش معقدة. حكاية ولد من عمرهم حلم بوطن، وكبر هالحلم معه ومات من أجله، لكن هالحلم ما مات، رح يبقى أمل للأجيال ووعد للبنان. على أمل هالحلم يبقى بقلبك، يبقى بقلوب كل اللبنانية، ويكبر وينمى مع الوقت. أنا بشكرك وبتأمل نلتقى مرة تانية، ولابد أن نلتقى مرة تانية. تصبحوا على خير.